خلونا نروح لخبر آخر، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري امبارح بنظيره القبرصي نيكوس خريستوديليدس، حيث أعقب اللقاء جلسة مشاورات عقدت بين وفدي البلدين برئاسة الوزيرين لبحث كافة ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الدفع بها قدما. تناولت المشاورات مشروعات التعاون الثنائي الجارية والمفتوحة تم مناقشتها خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتعاون المصري القبرصي برئاسة رئيسي البلدين في القاهرة في سبتمبر 2021، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والصحة والثقافة والموضوعات القنصلية والاستثمار وزيادة التبادل التجاري، بما يحقق مستوى العلاقات ما بين البلدين. شهدت كمان المشاورات تبادل للرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. وزير سامح شكري عرض للموقف المصري حيال التطورات من القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. التعاون المصري القبرصي الحقيقة ازداد كمان منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا أهمية القمة التي كانت بتعقد ما بين رؤساء الدول واللي كان آخرها في وجود رئيس القبرصي في سبتمبر الماضي. المجالات اللي بيتم التعاون فيها والحديث عنها أهميتها بالنسبة من المهم جدا الحفاظ على أمن الشرق المتوسط، من المهم جدا الحفاظ على الموارد المائية والقوانين البحرية التي تضمن سيادة الدول والمياه الإقليمية التي لا تتعداها هذه الدول. من المهم جدا أن نعلم أن قبرص تعاني من قبرص التركية وقبرص اليونانية، خلي بالك احنا عندنا هذه المشكلة مع قبرص. ثلاثة، احنا علاقات منذ الستينات، من الستين نحن علاقة مع قبرص، ولكن الظروف الحالية والظروف السياسية والاستراتيجية القادمة لمنطقة الشرق الأوسط أو لشرق المتوسط تحتاج هذا التعاون والخبرات والتبادل المعلومات، لأنه من المهم الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة والهجرة الغير شرعية والمعلومات والحفاظ على الثروة البحرية يعني والقانون البحري. أنت هنا النهاردة بتشوفي أن الدخول، احنا عندنا يعني الجيش بتاعنا ايضا المجال البحري فيه تفوق كبير. صحيح. وفي تامين كبير، يعني بتامني هذه الثروه وفكره ترسيم الحدود البحريه اللي نفسية بيننا وبين اليونان. صحيح. وبين قبرص، هي دي كلها لها اتمان، لها اتمان في التامين ولها اتمان ايضا في الحفاظ واستغلال هذه الحدود الجديده التي تم ترسيمها. اذا هذا التعاون مع بتتعاملي النهارده مع اوروبا، لان قبرص واليونان هي دول في الاتحاد الاوروبي. اذا انت هنا باب مفتوح على أوروبا، فتستطيع أن تكوني باب للتجارة، باب للمصداقية السياسية، باب للتعاون الأوروبي الشرق المتوسطي، باب لتبادل الخبرات بينهم والمعلومات الأمنية. إذن هذا باب كبير مع الاتحاد الأوروبي، غير أنه كمان الجارة القبرصية واليونانية التي تتقاسم معك في النفوذ وفي الثروات وفي المعلومات في المرحلة القادمة. صحيح.